بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المضمضة والاستنشاق. مضمضة في الفم، الاستنشاق في الأنف. والمضمضة معناها إدارة الماء في داخل الفم ثم مجه، والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس ثم نثره بالنفس. هذا هو المضمضة والاستنشاق، وهما مشروعان في الوضوء. قيل بالوجوب، وجوب المضمضة والاستنشاق، لأنهما داخلان في الوجه. الله جل وعلا قال: فاغسلوا وجوهكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في وضوئه، وأمر بالمضمضة والاستنشاق كما يأتي في الأحاديث، دل على الوجوب، وأن من لم يتمضمض ولم يستنشق فإنه لم يتم وضوءه. وقيل إنهما مستحبان، ليس واجبين، لأن الله أمر بغسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق لا يدخلان في غسل الوجه. والصحيح الأول، صحيح أنهما واجبان لما يأتي. نعم. عن عثمان بن عفان أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. نعم. هذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أراد أن يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبين ذلك بالفعل، فدعا بوضوء، يعني دعا بماء الوضوء في إناء، ثم توضأ منه، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا فيه دليل على التعليم بالفعل، وهو أبلغ من القول، أبلغ من القول. وفيه تفصيل الوضوء، أنه بدأ بغسل كفيه 3، وهذا كما سبق الكلام فيه، إن كان قائما من نوم الليل فإنه يتأكد غسلهما، قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب، وإن كان غير قائم من نوم الليل فيستحب غسلهما قبل الوضوء.
وهذا كما سبق. ثم أدخل يده الإناء يغترف بيده اليمنى من الإناء فتمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل رجليه غسل يديه ثلاث مرات مع المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات. وهذا كما في الآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو فعله صلى الله عليه وسلم تفسير للآية الكريمة. فدل هذا على أن التثليث في غسل في المضمضة والاستنشاق، تثليث في غسل الوجه، تثليث في غسل اليدين، تثليث في غسل الرجلين، أن هذا هو الأكمل. ولو اقتصر على مرة مرة في كل عضو لكان ذلك مجزئا، كذلك لو فعل ذلك مرتين مرتين هذا سنة أيضا. وأما الزيادة على الثلاث فهي بدعة، الزيادة على الثلاث بدعة، والاقتصار على مرة مرة مجزي، والزيادة على المرة مرتين أو ثلاث هذا سنة وفضيلة. تثليث الوضوء، ودل على أن المرفقين والكعبين داخلان في المغسول، وأن إلى في قوله تعالى إلى المرافق إلى الكعبين أنها بمعنى مع، أي مع الأيدي ومع الرجلين بمعنى مع، وإلى تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، تكون الغاية داخلة في المغيا خلاف الأصل. الأصل أن الغاية لا تدخل إلا في الوضوء، تكون داخلة في المغيا، وهذا على سبيل الوجوب. وقيل إنه مستحب، ولكن الأرجح أنه أن غسل المرفقين وغسل الكعبين واجبان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله بيان للآية الكريمة كما رواه عنه أصحابه في مقدمتهم أمير المؤمنين عثمان ثم علي ثم، رواه هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول أنزل الله عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم. ودل الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة لأنه لم يذكر ثلاثا، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وهذا سيأتي إن شاء الله أنه مرة واحدة، ويأتي صفته إن شاء الله، ولا يكرر المسح كما يكرر غسل الأعضاء، لأنه إذا كرر المسح صار غسلا، والله إنما أمر بالمسح وامسحوا برؤوسكم. كما دل الحديث أيضا
على استحباب الصلاة بعد الوضوء، استحباب صلاة نافلة بعد الوضوء، وأنها ركعتان، هذا مستحب، تسميان سنة الوضوء. وقال لا يحدث فيهما نفسه، أي في الصلاة لا يحدث في الركعتين نفسه، بل يكون خاشعا لله عز وجل، لأن حديث النفس يشغل عن ذكر الله عز وجل. قالوا هذا فيما إذا كان هذا باختياره، إذا كان هذا باختياره وفتح لنفسه التفكير، وين راح فلان، وين جاء فلان، وين الشيء الفلاني، وين حطيت فيه، وين إلى آخره، فهذا منهي عنه. وأما إذا هجم عليه الحديث النفس بغير اختياره ثم دفعه فلا يضره، لأنه قل من يسلم من ذلك. لكن لا يسترسل معه، بل يدفعه ويقبل على صلاته. دل على أن حديث النفس في الصلاة إذا استرسل معه الإنسان فإنه يبطل ثوابه، ولا يبقى له ثواب في الصلاة، كما في الحديث ليس له إلا ما عقل منها، قد ينصرف وليس له أجر، قد ينصرف بنصفها بثلثها بربعها بما حضر فيه قلبه. لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل المراد جميع الذنوب أو الصغائر فقط؟ الظاهر والله أعلم أن المراد الصغائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، أو أن الله يعفو عنها سبحانه وتعالى. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي. وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى. حديث علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أيضا مثل حديث عثمان رضي الله عنه، كلاهما يصفان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث علي مثل حديث عثمان، إلا أنه زاد أنه استنثر بيده اليسرى، استنثر يعني استخرج الماء من أنفه بيده اليسرى. وهذا على القاعدة أن اليسرى تستعمل للتنظيف واليمنى تستعمل للاستطابة الأشياء الطيبة، فهو يغسل يأخذ الماء بيمينه، وفي حديث عثمان أدخل يده اليمنى فيأخذ الماء بيمينه ويتوضأ بيمينه. وأما الاستنثار في الأنف فيكون باليد اليسرى. نعم. وعن في الحديثين عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رواية وتبليغا وعملا. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، متفق عليه. وهذا كالحديث السابق، أي يؤكد أن الاستنشاق متأكد، وصفته أن يجعل في أنفه ماء، يدخل الماء إلى أنفه ويجذبه بالنفس، ويبالغ في ذلك كما يأتي حتى يصل إلى أقصى أنفه، إلا أن يكون صائما. ثم لينثره، لا بد من النثر، ما يترك الماء في أنفه بل ينثره. وتقدم الحديث الذي قبل هذا أنه ينتثر بيده اليسرى، استخرج الماء من أنفه بيده اليسرى. نعم. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر، وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهذا لا يضر، لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين. لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وما ينفرد به. نعم، المصنف دافع عن الحديث مما قيل فيه، لأن الحديث لا بأس به، أو يدل، هو يدل على ما سبق، يدل على ما سبق من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد الحديث. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. أمر بالمضمضة، هذا وجه إيراد الحديث أمر، والأمر يقتضي الوجوب، هو من أدلة وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يفيد الوجوب، إلا إذا دل دليل على الاستحباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. تأخير المضمضة والاستنشاق، الأحاديث السابقة أنهما يقدمان على غسل الوجه، وفي الحديث الآتي أنه أخرهما عن غسل الوجه، ولكن الأحاديث السابقة أصح لأنها في الصحاح. تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه لا بأس، يصحان، ولكن الأولى والأفضل أن يكون قبل غسل الوجه، يبدأ بهما، هذا هو الأفضل. نعم. عن المقدام ابن معدي كرب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه أبو داود وأحمد وزاد، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. هذا كما سبق في غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، إلا أن فيه زيادة أنه أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، فدل على الجواز، دل على جواز ذلك. وفيه صفة، وفيه أن من مسح الرأس أن الأذنين من الرأس يمسحان، لابد من مسح الأذنين مع الرأس لأنهما منه، ويمسح ظاهرهما وباطنهما،
بأن يدخل أصبعيه السباحتين مبلولتين بالماء في خرقي أذنيه، ويضع إبهامه مبلولا بالماء على ظاهرهما، ثم يدير أصبعيه من الداخل والخارج حتى يكون مسح ظاهرهما وباطنهما. وهذا واجب لأنهما داخلان في الرأس، ولا يأخذ لهما ماء جديدا، وإنما يمسحهما ببقية ما مسح به رأسه لأنهما من الرأس. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. نعم. وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثة، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثة، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثة، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا، ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه، رواه الدارقطني. نعم، هذا حديث في عن الربيع بنت معوذ بن عفراء الصحابية الجليلة، أنها ذكرت أنها كانت تحضر الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجت الإناء الذي كانت تحضر به الوضوء. دل هذا على خدمة أهل الفضل، على خدمة أهل الفضل، وذلك بإحضار ماء الوضوء لهما. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه كالحديث السابق، ولكن الأحاديث التي هي أصح منهما والتي حدث بها البدريون يعني أصحاب بدر تدل على العكس، على أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وهذا لا شك ثابت. وحديث الربيع وغيره أيضا يدل على جواز التأخير، الأمر فيه سعة، ولكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، هذا هو الأفضل، وإلا فتأخيرهما مجزي وإن كان خلاف الأفضل. وفيه أيضا في حديث الربيع بنت معوذ صفة مسح الرأس، وأنه وضع يديه على رأسه مبلولتين بالماء ثم أقبل بهما وأدبر، بمعنى أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه كما يأتي، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة مسح الرأس. الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة ومبينة للقرآن. نعم. باب المبالغة في الاستنشاق.
نعم سبق أن الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما، وأما محلهما فالأرجح أنه قبل غسل الوجه، ويجوز بعد الوجه. وما يأتي فيه المبالغة، مبالغة في المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنه يهتم بذلك غاية الاهتمام لأجل أن يصل الماء إلى أقصى فمه وأنفه، ولا يكفي أن يضع الماء في أدناهما ثم يخرجه. نعم. عن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. لقيط بن صبرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره عن الوضوء، فقال له صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، ومعنى إسباغ الوضوء إتمامه، معنى إسباغ الوضوء إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من العضو لم يصل إليه الماء، هذا معنى إسباغ الوضوء. ومنه الدرع السابغ، يعني الظافي على المقاتل. السابغ أن يعمل سابغات، أي دروعا، يقول الله لداود أن يعمل سابغات أي دروعا من الحديد، سابغات أي ظافيات على المجاهدين تقيهم من السلاح. فالإسباغ معناه إغفاء الوضوء على الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء ولو قل إلا وقد أتى عليه الماء، فإن بقي شيء لم يصل إليه الماء لم يصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. فهذا معنى الإسباغ. وبالغ في المضمضة والاستنشاق، هذا محل الشاهد من الحديث للترجمة. بالغ أي اهتم بالمضمضة بحيث أن توصل الماء إلى جميع جوانب الفم، وذلك بإدارة الماء في الفم. وبالغ في الاستنشاق أي اهتم بإيصال الماء إلى أقصى الأنف، وذلك بجذب الماء في النفس إلى أن يصل إلى أقصى الأنف، ولا يكفي أن يضع الماء في أدنى فمه ثم يمجه، أو يضعه في أدنى أنفه ثم ينثره، لا يكفي هذا، بل لا بد من المبالغة في ذلك. إلا أن تكون صائما، الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لئلا يطير الماء إلى حلقه ويذهب إلى جوفه، فدل على أن الصائم يتحفظ مما يصل إلى حلقه وإلى جوفه، وأن ما يصل إلى الجوف من الماء أو من الطعام أو غير ذلك أنه يبطل الصيام إذا كان متعمدا، يبطل الصيام إذا كان
متعمدا. ومن هنا قال من قال من العلماء المعاصرين في أن البخاخ الذي يستعمله أصحاب الربو أنه لا يصلح للصائم، لأن البخاخ فيه ماء بخار، فيه دواء، فإذا استنشقه ذهب إلى حلقه وإلى جوفه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، دل هذا على أن البخاخ أنه يخل بالصيام. بعض العلماء أجاز ذلك وقال لأنه مجرد هوى، البخاخ مجرد هوى للقصبات الهوائية، يفتح النفس ولا يذهب إلى الجوف، الله أعلم. لكن مهما أمكن أن الإنسان يتحفظ منه ويستعمله في الليل إذا استطاع فهو لا شك أحوط له. وبالغ في المضمضة والاستنشاق لأن تكون صائما. والمسألة الثالثة في الحديث خلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، لأن الله أمر بغسل الرجلين، بغسل اليدين والرجلين، ويشمل ذلك ما بين الأصابع، ولا بد أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع. وليتأكد من ذلك يخلل، بمعنى يدخل أصبعه مبلولة بالماء بين أصابع يديه ورجليه حتى يوصل الماء إلى ما بين الأصابع. وإلا لو علم أن الماء ما وصل إلى ما بين الأصابع ما صح وضوءه. فهذا من باب التأكد والاحتياط. نعم، أعد الحديث. عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، هذه ثلاث مسائل كما بيناها، والشاهد منه للترجمة وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. استنثروا، استنثروا يعني استنشقوا الماء، لأن الاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، وهذا تأكيد بعد تأكيد في مشروعية الاستنثار وبعد الاستنشاق في الأنف، فتجب العناية بذلك، تأكد منه، ولا يكتفي أنه يضع الماء في داخل أنفه ولا يدري هل ذهب إلى داخله أو لم يذهب، لا بد أن يتأكد من ذلك ويتعلم كيف يتوضأ من خلال الأحاديث النبوية التي وضحت ذلك وشرحها العلماء. فطالب العلم ينبغي أو يجب عليه أن يتفقه في أمور دينه، في أمور دينه، وأن يبين للناس ويفقه الناس في ذلك، ولا يأخذ الأمور على عجلة أو على ظاهرها أو على بدون أن يتفقه في معانيها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب غسل المسترسل من اللحية. نعم، سبق تخليل الأصابع. اللحية، اللحية من الوجه، اللحية من الوجه،
يجب غسلها مع الوجه، فلو تركها ولم يغسلها لم يصح وضوءه. ولكن إن كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من وراء الشعر فهذه يجب غسل ظاهرها وباطنها. أما إن كانت اللحية كثيفة تستر ما وراءها فيجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها. يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها بالأصبع مبلولة بالماء لأنها من الوجه. ولهذا قال الفقهاء في تحديد الوجه هو من منابت الشعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. كل هذا يجب غسله، هذه منطقة، منطقة الوجه بما في ذلك اللحية فهي من الوجه. نعم. عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم، ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. نعم، هذا الشاهد من الحديث للباب أنه يدل على أن غسل الوجه يشمل اللحية، وأنه لا بد أن يصل الماء إلى اللحية ويمر عليها وينزل منها، يتقاطر منها. هذا محل الشاهد من الحديث. والحديث فيه فضل الوضوء، وأن الله جل وعلا يغسل بها خطايا الأعضاء المغسولة والممسوحة، فيبين الحكمة من تخصيص هذه الأعضاء للغسل، أنها أعضاء تكتسب الخطايا والسيئات، فالوجه فيها الكلام والنطق، والعينان فيهما النظر، وكذلك اليدين فيهما الأخذ والإعطاء والبطش والاجتراح، فهما يكسبان خطايا. وكذلك الرأس فيه الأذنان والسمع، يستمع الإنسان إلى ما لا يحل ولا يجوز. وكذلك الرجلان تمشيان إلى ما لا يجوز. فالله جل وعلا شرع الوضوء لتطهير هذه الجوارح وهذه الأعضاء، فهذا في بيان الحكمة من غسل هذه الأعضاء، وفيه فضل الوضوء، وأن الله جل وعلا يغسل به خطايا العبد من هذه الأعضاء، فيدل على أهمية الوضوء
والاهتمام به وعلى إسباغه وإتمامه ومعرفة أحكامه. والوضوء مجرد أنك ترشق الماء على غير بصيرة ومن غير استحضار واحتساب لطلب الأجر، لأن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة لله عز وجل، فتستحضر فضله وثوابه لأجل أن تحصل على هذه الميزات العظيمة الربانية. وكل العبادات ولله الحمد كلها خير، كلها بركة، كلها رحمة، والوضوء من أعظمها. ينبغي للمسلم أن يتقنه وأن يتعلمه ويتفقه فيه ويحتسب الأجر والثواب الوارد فيه، وأن يسبغه ويتمه ويتقنه تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللقية. هذا هو المقصود من الحديث للباب، أن الماء يصل إلى أطراف اللحية، فدل على أن اللحية من الوجه. نعم. وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بيّن أن غسل الوجه المأمور به غيرهما. هذا ما هو واضح، والصحيح أنهما من الوجه، أن الفم داخل الفم وداخل الأنف أنه من الوجه كما سبق في الأحاديث. المصنف يقول دل على أنهما ليسا من الوجه، يعني يكونان عضوين مستقلين، وهذا فيه نظر. هو لا يريد أن أنهما لا يغسلان ولا يستنشق ولا يتمضمض، لا يريد هذا، إنما يريد أن يبين أن الفم والأنف ليسا من الوجه، يعني أنهما عضوان مستقلان. الصحيح أنهما من الوجه، داخلان في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. نعم. ويدل على مسح كل الرأس، حيث بيّن أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر. نعم، هذه واضحة المسألة. يدل الحديث على أنه يجب تعميم الرأس بالمسح، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسكم، وهذا يشمل جميع الرأس. والحديث يدل على أن مسح الرأس تتساقط الخطايا من الشعر، شعر الرأس عندما يمسح عليه، فإذا بقي شعر لم يمسح عليه بقيت خطاياه، بقيت خطاياه، فدل على أنه يجب مسح جميع الرأس، خلافا لمن يرى أنه يكفي بعض الرأس. نعم. ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء، لأنه وصفه مرتبا، وقال في مواضع منه كما أمره الله. نعم. الأحاديث كلها التي مرت مع الآية الكريمة تدل على الترتيب في الوضوء، لأن الله بدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين، فالآية تدل على الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتباً، قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. توضأ مرتبا مبينا للآية الكريمة، فما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا. قد بدأ الله بذكر الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم
الرجلين، فيجب الترتيب على هذا. فلو توضأ منكسا لم يصح وضوءه عند الجمهور، كما تدل عليه الآية والأحاديث، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخل بالترتيب، بل يتمشى مع الآية الكريمة، بل قال: ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية: أبدأ بما بدأ الله به، ذلك عند السعي، إن الصفا والمروة من شعائر الله. بدأ بالصفا لأن الله بدأ بالصفا. وقال تلا هذه الآية عندما خرج إلى الصفا، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا أمر بما بدأ الله به. فما بدأ الله به قولا يبدأ به فعلا، وهذه قاعدة، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. فالترتيب واجب، شرط من شروط صحة الوضوء عند جمهور أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. نعم، هذا سبقا بينا، قلنا إذا كانت اللحية كثيفة، كثة يعني كثيرة الشعر، تستر ما وراءها من الجلد، فالواجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل داخلها. وأما إذا كانت اللحية غير كثة، يرى الجلد من ورائها، فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها بأن تعرك بالماء. نعم. عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. نعم، الحديث يدل على ما ذكره المصنف، أن اللحية إذا كانت كثة يعني كثيفة كلحية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، كان له لحية عظيمة، فكان يغسل ظاهرها ولا يغسل داخلها، لأنه اكتفى بغرفة واحدة للوجه جميعا بما فيه اللحية، فلو كان يغسل باطن اللحية لما كفت الغرفة الواحدة. ودل حديث ابن عباس هذا على الاقتصاد في الماء، غرفة غرفة في اليد اليمنى، اقتصاد في الماء. وسيأتي مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، ومقدار الماء الذي كان يغتسل به من الجنابة، والمطلوب هو الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف، لأن هذه عبادة ولا يجوز الإسراف فيها والغلو فيها، كما أن كثرة صب الماء فيها إهدار للماء من غير فائدة. نعم. قال رحمه الله: وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد. نعم، بغرفة واحدة، يعني المضمضة والاستنشاق أن يأخذ غرفة ويقسمها بين فمه وأنفه، ثم يأخذ غرفة ثانية ويقسمها بين فمه وأنفه، ثم يأخذ غرفة ثالثة ويقسمها بين فمه وأنفه،
فيتوضأ فيتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بثلاث غرفات، يقسم كل غرفة بين فمه وأنفه. ما هو معناه أنه يأخذ من للمضمضة ثم يأخذ من ثاني للأنف؟ هذا من الإسراف، هذا من الإسراف. قد نهينا عن الإسراف في الماء. الحاصل أن فيه الاقتصاد في ماء الوضوء وعدم الإسراف فيه. والآن تسيح المياه الكثيرة والصنابير تصب والدنيا ويضيع الماء، وقد لا يتطهر الإنسان، قد لا يسبغ الوضوء مع كثرة صب الماء. يجب العناية بالوضوء ويقتصد، السنة أنه يقتصد في الماء مهما أمكنه، مهما أمكنه ألا يسرف في الماء فهو الأفضل. نعم. باب استحباب تخليل اللحية. نعم. عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. إيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، يعني كثيفة لحيته، فكان يغسل ظاهرها ويخلل باطنها بإصبعه مبلولة بالماء. هذا السنة، تخليل اللحية الكثيفة سنة، أما غسل ظاهرها فهو واجب. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. هذه صفة التخليل، أنه يأخذ كفا من الماء فيخلل داخل لحيته بأصابعه بالماء. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. نعم، هكذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. يكفي. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: من دخل دورات المياه ووجد من يتوضأ فيها فهل يسلم عليه وهل يرد المسلم عليه؟ لا، داخل دورات المياه لا يسلم، وإذا سلم عليه لا يرد عليه حتى يخرج من المكان. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بالنسبة للحية، هل أخذ ما زاد عن القبضة باتباع ابن عمر رضي الله عنهما أم نتركها؟ هل إيش؟ هل نأخذ ما زاد عن القبضة ونتبع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أم نتركها؟ نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كانت لحيته كثة ولم يأخذ منها، لم يأخذ منها، لم يثبت عنه ذلك. الحديث الذي ورد في أنه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت هذا عن ابن عمر من اجتهاده رضي الله عنه. والحجة فيما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: شخص بدأ صيام رمضان في دولة الهند ثم أتى إلى السعودية فأكمل الصيام، علما بأن الهند كانت متأخرة عن السعودية يوما، فيكون قد صام 29 يوما، فهل يقضي يوما ليكون 30 يوما؟ نعم، حكم البلد الذي كان فيه في آخر الشهر، يأخذ حكمه للبلد فيأتي بيوم ليصوم 30 يوما. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: هل يغني التنظيف بعد قضاء الحاجة بالمناديل عن الغسل والاستنجاء أما إذا أنقت المناديل محل الخارج ونشفته؟ إنها تكفي عن الماء مثل الاستجمار تماما. المهم الإنقاء بالمناديل. نعم.
يقول حفظكم الله: هل يؤخذ من حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء مشروعية شرح العبادات كالطهارة والصلاة والحج وغيرها بالتطبيق العملي ليكون ذلك أبلغ في التعليم؟ ما في شك، هذا الذي فعله عثمان، بل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، حج بالناس وقال: خذوا عني مناسككم، أي افعلوا كما أفعل في المناسك. التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: وقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا تعليم بالفعل وهو أبلغ. نعم. يقول: من لا يستطيع حضور الدرس وهو يسكن في الرياض ويقوم بالمتابعة عبر الإنترنت، هل يحصل على أجل حضور الدرس ويعتبر ممن تحفهم الملائكة؟ نعم، هذا على الأقل أقول هذا فعل ما يستطيع، جزاه الله خيرا، فعل ما يستطيع، لكنه ليس مثل الحاضر الذي يحضر ويناقش ويستمع، لكنه فعل ما يستطيع وله من الأجر إن شاء الله ما كتب الله له. نعم. يقول حفظكم الله: امرأة أجنبية أسلمت وهي كبيرة في السن، لا تستطيع أن تنطق اللغة العربية، فهل يجوز لها أن تقرأ في صلاتها الفاتحة بلغتها؟ لا، القرآن لا يقرأ إلا باللغة العربية، ما يمكن هذا، ما يمكن أن يقرأ إلا باللغة العربية، فيجب عليها أن تتعلم الفاتحة باللغة العربية، ولا يمكن أن تنطق بها أو بآية من القرآن باللغة الأجنبية، لا يتطابق هذا. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: نتوضأ اليوم من الحنفيات مباشرة دون أن نستعمل الإناء، فهل هذا فيه مخالفة للسنة؟ ليس فيه مخالفة للسنة، لكن عليك بالاقتصاد، عليك بالاقتصاد، لا تكثر صب الماء من غير حاجة، وإلا توض من الإناء أو من البزبوز أو لا بأس، أو اغترف كله، أو من الحوض أو من الساقية أو من النهر، اغترف ما كل واحد، بس المهم لا تسرف في صرف الماء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل الفصل بين المضمضة والاستنشاق سنة ثابتة؟ ورد الفصل وورد لا الفصل يعني أنه يتمضمض ثلاث مرات أولا ثم يستنشق ثلاث مرات، لا أعلم في هذا الشيء، أما أنه يقرن بينهما كما ذكرنا، غرفة يقسمها وغرفة يقسمها وغرفة يقسمها، نعم هذا ورد في الأحاديث، هذا ورد في الأحاديث، ورد أنه في غرفة واحدة يستنشق ثلاثا ويتمضمض ثلاثا، لكن هذا صعب الله على من يتقن هذا الشيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من أدخل الماء إلى فمه ولكنه لم يدر الماء في فمه بل أخرجه مباشرة، فهل يجزئه ذلك في الوضوء؟ لا يجزئه ذلك في الوضوء، إنما جاء الماء على بعض فمه ولم يضفي على بقيته. نعم. نعم. يقول حفظكم الله: من وضع الماء في أنفه ولكنه لم يستنثر بل استنشق فقط وترك الماء ينزل بنفسه، فهل يجزئه ذلك في وضوئه؟ يجزئه، لكن هذا خلاف الأفضل، خلاف السنة. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: إذا أردت أن أبدأ بطلب علم الفقه فبأي كتاب أبدأ؟ وإذا لم أجد عالما يشرح الكتاب فهل يكفي أن أستمع إلى الشرح عن طريق الأشرطة والإسطوانات لأحد العلماء؟ هذه ليست طريقة التعلم، الاستماع للأشرطة ليست طريقة التعلم، إنما هي طريقة استفادة ولو قليلة، لكن لا تعتمد عليها أنك تعلمت، وأنك لا بد من حضور الدروس عند المشايخ وسماع كلامهم عن حضور،
مناقشة، ولا يكفي حفظ الكتاب من غير شرح من عالم معتمد. ما هو أي واحد يشرح لك من المبتدئين أو المتعالمين، ما يصلح هذا. والآن ظهرت ظاهرة في الشباب، ما يقولون الفقه ما له أصل بعد، يقولون الفقه هذا قول كلام الناس، ويجب أن نأخذ نحن من الكتاب والسنة مباشرة. يعني بيصيرون مثل الأئمة الكبار، الإمام ابن المبارك والإمام إسحاق بن راهويه والإمام أحمد، الشافعي ومالك أبو حنيفة، يريدون أن يكون في مصاف الأئمة ويتركون الفقه نهائيا. هذا من الغرور والجهل. الله جل وعلا قال: وأتوا البيوت من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ومن ذلك العلم يؤتى من أبوابه، ما يؤتى من أعلاه للجاهل. ما يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: كيف يخلل الإنسان لحيته في الوضوء؟ كما سمعتم يدخل أصبعه في اللحية مبلولا بالماء. وسمعتم في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من الماء ويضعه تحت لحيته ويخللها به. نعم. يقول حفظكم الله: ما الحكمة في أن اللحية الخفيفة تغسل ظاهرا وباطنا، واللحية الكثة تغسل ظاهرا فقط؟ لأن الجلد بادي ظاهر، الجلد بادي وظاهر، فيجب غسله مع ما نبت عليه، يجب غسله مع ما نبت عليه من الشعر تابع له. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: هل يجوز لي أن أذبح أضحية لوالدتي التي توفيت قبل أيام، علما بأنها قد ضحت لنفسها عندما كانت على قيد الحياة؟ الآن ما في ضحية، الضحية يوم العيد أو أيام التشريق فقط، أما الآن ما في ضحية. لكن إن أردت أنك تصدق عنها بلحم أو بطعام أو بكسوة أو ذلك، الباب مفتوح. أما الضحية لا، الضحية لها وقت. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا كان الوضوء من ماء البحر، فكيف تكون المضمضة والاستنشاق، فهو شديد الملوحة؟ ما يخالف شديد الملوحة، لكنه مطهر، مطهر وصحي، وفيه فائدة عظيمة مع البحر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هذا سؤال يتعلق بزكاة الفطر. يقول: شخص اشترى أكياس أرز لزكاة الفطر ووضعها في شنطة سيارته وذهب بها لجمعية البر، فقام عامل الجمعية بإنزالها، وبعد فترة وجد كيسا في شنطة السيارة لم ينزله العامل، فماذا عليه الآن؟ عليه الآن أنه يطلع الكيس، يقسمه على المحتاجين، ويكون قضاء لا يكون أداء، وإنما يكون قضاء لما فات. نعم. يسأل حفظكم الله عن شعر المرأة: إذا كان طويلا فكيف تتوضأ؟ تمسح على رأسها، تمسح على رأسها. والرجل إذا صار له رأس طويل وجداي مثل، ما هو بيمسحه كله إلى ما أسفله، لا، يمسح ما هذا الرأس فقط، أما ما استرسل ونزل لا. نعم. يقول حفظكم الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الأعضاء تكسب من الإثم، ولكن الرأس ما الذي يكسبه من الإثم؟ يقول السائل: فيه السمع، إن السمع والبصر والرؤية، السمع مقدم على البصر، فيه السمع، يسمع الكلام الباطل، ويسمع الأغاني، ويسمع الغيبة والنميمة، ويسمع. نعم. يقول حفظكم الله: هل يكفي في مسح الرأس أن أبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه بدون أن أعود إلى مقدمة الرأس مرة أخرى؟ لابد أنك تبدأ من المقدمة وتذهب للمؤخرة، ثم ترجع للمكان الذي بدأت منه،
كما في الحديث. نعم. يقول حفظكم الله: بالنسبة لتخليل اللحية وتخليل ما بين الأصابع، هل يؤخذ له ماء جديد أم لا؟ نعم، هل يؤخذ ماء جديد للتخليل؟ بماء الوجه، اللحية من الوجه يخللها من ماء الوجه، والأصابع يخللها من ماء اليدين. نعم، لأنه كل عضو واحد. نعم. يسأل حفظكم الله عن حكم مسح الرقبة. بدعة، مسح الرقبة بدعة، زيادة على ما شرعه الله عز وجل. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، أخذنا في الدرس الماضي التسمية عند الوضوء، فهل إذا نسي التسمية عند البدء بالوضوء ولم يذكر إلا أثناء الوضوء، هل يسمي ويعيد الوضوء أم يسمي ويكمل الوضوء؟ ذكر العلماء أنه منهم من قال أنه يسمي ويبتدي، ومنهم من قال يسمي ويكمل، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يسمي ويكمل الوضوء. نعم. يقول حفظكم الله: في حديث المقدام ابن معدي كرب، هل يجوز أن أعمل به أمام عوام المسلمين؟ ما هو؟ لعله الذي ورد يا شيخ. نعم. تأخير النبي صلى الله عليه وسلم. أقول تأخير النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. ما هو الأولى؟ الأولى أن تأخذ بما في الصحاح وما عليه الرواة الثقات، فتبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا تذهب للأشياء المشكلة. الأشياء المشكلة تجنبوها، عافيكم الله من الإشكال ومن الشواذ ومن. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، الأمر في حديث لقيط بن صبرة، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ الأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا إذا دل دليل على أنه للاستحباب أو للإباحة، يكون الأمر للإباحة ويكون للاستحباب ويكون للوجوب ويكون للتهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا للتهديد والعياذ بالله. نعم. يقول حفظكم الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، هل معنى ذلك إعادة الوضوء أم المعنى إيصال الماء للمتبقي من الأعضاء؟ قالوا إذا كان لا يزال رطبا، الأعضاء رطبة، فيكمل الباقي فقط، أما إذا يبست الأعضاء إنه يستعرف من جديد. نعم. يقول حفظكم الله: هل يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أم يتمضمض ثم يستنشق؟ يعني ما فهمتم الكلام، يقول يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق، ويأخذ الثانية ويتمضمض منها ويستنشق، كل غرفة يقسمها بين الفم والأنف. نعم. يسأل حفظكم الله عن حكم متابعة المؤذن إذا سمعته يؤذن بالراديو أو رأيته في التلفاز إذا نقلوه مباشرة، علما بأني لست في تلك المدينة التي يؤذن فيها. نعم، تجيبه ما دام أنه أذان حي، تجيبه تتابعه لتحصل على الأجر والفضيلة، ولو كنت في غير البلد الذي فيه الأذان، أن تسمع الذكر تتابعه. حديث عام، إذا سمعت النداء، الحديث عام في إجابة المؤذن. نعم. يسأل حفظكم الله عن حكم، يقول حفظكم الله: بالنسبة لليلة القدر، يقول الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، ويقول ورد في الحديث عن ست شوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله. يقول: فهل ست شوال أفضل من ليلة القدر لأنه دهر كامل؟ يا أخي، ما هو الدهر المراد به الدهر الكامل، المراد به السنة. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة، لأن رمضان عن عشرة أشهر والست عن شهرين، العشرة الحسنة في عشر أمثالها، أما ليلة القدر فهي عن ألف شهر، 83 سنة،
زيادة أشهر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله يضاعف لمن يشاء. نعم. يقول حفظكم الله: هل يجوز الذبح بعد اسم الله فيقول بعد ذلك ببركة فلان ثم يذبح؟ يقول هل يجوز الذبح بأن يذكر اسم الله ثم يقول بعده ببركة فلان ثم يذبح؟ سأل الله العافية، لا يجوز هذا، يقول بسم الله فقط، بركة اسم الله كافية عن فلان. نعم. يقول حفظكم الله: هل مسح الأذن واجب في الوضوء وكيف يتم ذلك حيث إني أرى الماء يدخل الأذن؟ ما قلنا لك أدخل الماء في الأذن، قلنا لك تدخل إصبعك مبلولة بالماء في فرق الأذن وإبهامك على ظاهرها فتديرهما ظاهرا وباطنا، مسح وليس غسلا ولا إدخال ماء. نعم. الماء إذا دخل للأذن يضر. نعم. يسأل حفظكم الله عن استعمال اليد اليسرى لتنظيف الفم.